صراحه صراحه انك مشرح الموضوع وجايب بتفصله بالتفصيل، لان اللي حصل في وسط التصفيات هذه بصراحه يصلح قصه مسلسل. انت لو تاخذ الاداره جديده، إدارة ما تدري وش قاعد تواجه جوا الفريق، قاعدة تتعرف، تتخذ قرار جريء جدا بإبعاد المدرب قبل البطولة، بتجيب مدرب جديد جوا البطولة، مدرب أيضا أقبل على الفريق وهو ما يعرف وش الفريق اللي بيدرب فيه في بطولة مهمة جدا بالنسبة للفريق. القرار اللي استخذته الإدارة كان الشعرة اللي بينها وبين الثقة مع الجمهور، انها اتخذت القرار هذا. قابله ان تتذكر تشويش سمعة مدرب، ان المدرب هذا السي في تبعه بس فيه حمله مضاده شغاله. بعدين تجي المدرب اساسا الرصيد اللي عنده كيف يكسب الثقه مع اللاعبين ومع المجموعه هذه في فتره قصيره، واجه الحمله هذه جوا البطوله فحصل له الموقف اللي مع حمد الله. الموقف هذا اللي بقدرة قادر أصبح من عدم ثقة في مدرب إلى كامل الثقة من الجمهور والمدرب، إلى تعامل إداري وفني مع اللاعب، إلى استفادة من اللاعب. شفتوا شلون التقاطعات اللي صارت في لحظة واحدة، كلها في لحظة واحدة تدل فعلا على أن إدارة اتخذت قرار خطير جدا، كان لك تسوي عملية زي ما يقولون حساسة جدا ونسبة نجاحها 1%. تجي على مدرب نفس الحكاية، تجي على حدث في لاعب ترى على فكرة كان جاهز للذبح في ذيك اللحظة، كان جاهز وجاهز الإدارة تفرج عضلاتها في ذيك اللحظة وتقدمه قربان في البطولة على قوة شخصية. أيوة تفرج عضلاتها خلاص، أقدمه قربان وبتاخذ السمعة والبطولة ما عندها مشكلة فيها، ولكن تعاملت بالنسبة 1% اللي عندها، ثقتها باللاعب، ثقتها بالمجموعة، بالشغل اللي قاعدين يشتغلون فيه، بإدارة التقاطعات اللي قاعدة تصير في وسط الفريق. لذلك هي تشتغل على أكثر من جبهة. أكمل ذلك زي ما قلنا إحنا اللاعبين، يعني في خضم الأشياء اللي قاعدة تصير هذه فعلا اللاعبين كانوا عند الموعد، والدليل على ذلك المباراة الأخيرة اللي مع نادي السد اللي كان النصر فايز فيها في الشوط الأول وكان محقق كل اللي يبغاه في الشوط الأول وكان هو المسيطر في المباراة في الشوط الأول. تجي على الشوط الثاني، أنا شفت مباراة السد بصراحة ممكن شفتها أكثر مرة، لاعب نادي السد ما يعني يعني زي ما يقولون من نص ملعب النصر إلى خط 18 تقريبا 30 متر أو 40 متر ما يوصلها، ما يجري 40 متر ليوصل خط، يجري تقريبا 200 متر حتى يوصل، لأن يدخلونه في متاهات، لأنه مسوي بلوك المدرب بمجموعة لاعبين زي ما يقولون يخلونك تدخل مع الحواري، ما تدخل بطريق الهايوي للمرمى. لذلك لاعب السد يجي يوصل منهك للشيء هذا، فلذلك الرغبة موجودة حتى في لاعبين. أنا اللي جالس أشوفه مثلا لاعبين اختفوا من بعد فيتوريا رجعوا الآن مع المدرب هذا، زي عبد الله الخيبري، زي الدوسري عبد الرحمن، زي لاعب الكل مثلا ما يبغاه ولكنه يلعبه لغرض تكتيك اللي هو عبد العزيز الدوسري. قضية الفريق وهذا اللي لازم يعرفه الجمهور، مو قضية لاعبين مهرة لاعبهم بس، لا ترى في لاعبين هذولي هم اللي يصنعون اسمنت والخلطة والحديد ويتعبون، عرفت؟ وفي اللاعبين المهرة هذول بس حق التشطيب وهم اللي ياخذون كل شيء، عرفت؟ فلذلك لما تيجي للخيبري وطريقة لعبه، تجي العبدالله العمري وطريقة لعبه، تجي للحسن وطريقة لعبه، تجي للجامي وطريقة لعبه، تلاقيهم هذول يا شيخ متقطع فنايلهم. وتجي للاعبين الآخرين ذول اللي يأخذون النجومية في النهاية، هم اللي زي ما يقولون اللمسة الأخيرة وهم يأخذون الشو كله. فلذلك المدرب اعتمد على المجموعة اللي تصنع من تحت، اللي تأسس القاعدة، تأسس الروح، اعتمد على الروح فيها. وكانوا فعلا عند الموعب. لذلك النصر فعلا يعني دخل مع باب كبير. النصر في 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 التصفيات هذه عدة مكاسب كثيرة، أتمنى بس أنا يتم استثمارها لاستغلالها.
أكرر استثمارها لاستغلالها. حتى المشجع النصراوي يحط في باله أن اللي حصل يجب أن يعزز قرارات الإدارة والقرارات الفنية لهم. يعني خلينا نقول يدعمون أي قرار فني وأي قرار إداري، لأنهم في فترة من الفترات كانت القرارات عاطفية، وكيف كان بيروح النصر زي ما يقولون إلى 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 مهب الريح، ولكنه رجع فريقهم. لذلك يجب أن يثقون في قرارات الإدارة، في قرارات المدرب. أنت تشوف أن العاطفة هالموسم أثرت على النصر كثير؟ جدا كثير، وجود قسم بالله من تبدأ من بطولة آسيا حتى هالبطولة هذه دروس وعبر أنا ودي يتم دراستها، بس فتحها للاستفادة مو للمحاسبة، للاستفادة. وكان في كيف في لحظة من اللحظات بغى يروح النصر في مهب الريح جدا، لأن الظروف في بعض المرات خلينا نقول مشيئة الله هي اللي رجعت له.